أنا مخلوقة مخلوقة معك ماجستير وهذا بتعرفي الموضوع كلام إذا معناته أصلا حتى فايز يعرف إذا في هذا الدور مناسب له بيخطي الخطوة، لكن إذا ما كان مناسب له بيقول لي نهلة لا أرجوك يعني خليني بعيد عن الموضوع. أنا أعرف شخصية محمد سعيد حارب كرتون، شو محمد يتكلم عن الكرتون ما أعرف، أنا أحس محمد هو ملك الكرتون عندنا يعني وهي كوينز الكرتون ما شاء الله عليها. أنا الأدوار الصوتية ما شاء الله أبهرتني. فأنا أقول أنا أحب الأشياء الواقعية يعني دراما، يعني ممكن في الكرتون أعطي أفكار، ولكني أنا أدخل في مجال إخراج كرتوني والله كرتون. أنا هاي تبع نيمو شو اسمها هي الدوري اللي بتفقد الذاكرة إيلين، ما هي إيلين ذا جنرس بين فايندينغ نيمو. أنت شو بتتذكر شيء من الكرتون عملتي؟ أيهن يلي أنا اشتركت فيهن بالأدوار الصوتية؟ دور أريكا بهوتيل ترانسلفانيا 4 كان دور طويل يعني دور أساسي. قضيت يعني أسبوعين مع الدور، حسيت حالي مثلت كتير كتير، استمتعت لأن أنا بعرف ما عندي موهبة بالتمثيل، بس كأنه عطوني هالهدية. شفتك بالسنافر قبل شوي. أنا أي سنفورة صفصافة. أنت أي سنفورة، غضبان ولا زعلان؟ أنا لا صفصافة مثل بالفيلم. وأنت أي سنفورة؟ أنا ما سنفورة غضبان. طيب راح نشوف هلا تشكيلة نهلة الفهد، عملت تشكيلة والله شيء حلوة. خلينا نشوف تشكيلة هلا. حراسة المرمى دوين جونز طبعا جابت عضلات، حطت جود بالدفاع حطت نهله الفهد هي وبثينة الرئيسي صديقتها وغدير السبتي وزهر عرفات، نسوان اربع نسوان مين بسترجي قرب. الوسط شوفوا الوسط مين، باتمان سوبرمان ايرون مان وهالك. شو التشكيل هذه، شو الموضوع؟ خلاص قلتوا لي لعبي كره خلاص. بس مين يفوز عليك انت بعد؟ ما حد يفوز. الهجوم رونالدو ومحمد صلاح مع سوبرمان وباتمان وهالك والمدرب زين الدين زيدان وي والحكم جوني ديب، ما خليتي حد. لازم هالتشكيلة حلوة. شو هالتشكيلة هذه؟ بس الدفاع نسوان. طيب نشوف تشكيلة ري هلا. شوفوا بقى حطت حراس المرمى واسطة جوزا باليريو طبعا. الدفاع شوفوا الدفاع مين، توم كروز دوين جونسون فان ديزل وروبرت داوني. ويلا ويلا لا عندي روبرت، عندي عندك دوين انت. هنشوف الوسط هند صبري نيلي كريم منى زكي ومنى شير كمان اربع نسوان، هي حطتهم دفاع وانا حطتهم وسط. صح جيرل باور. في منهم ناس اصحابك بالاعلانات. الهجوم شاروخان وجاكي شاش معنا اثنين هاثنين كانوا معنا بالجوي اوورد. جوي اوورد اسمحوا. المدرب يسرى يا سلام، والحكم احلى نسوان تنتين كمان يسرى. انا كنت حاطه انجلينا جولي بقى. طيب بعد وليش شلتيها انجلينا؟ بحياتك ما تحكي معها لنهلة. ما تحكي معها انجلينا، ما تقبل الدور. ايوه ما واذا عرضت عليك اي عمل لي لا ما بدي ما ابى. انا حابه اقبلها الصراحه. ما في شلتيها من التشكيله.